السلام عليكم، ان شاء الله كاع راكم بيان. حاجه الاولى صحتكم لكم، الحاجه الدوزيام كيما موالفين، خطر نهضروا على دي مالادي، خطر نهضروا على دواوات، خطر نمدوا دي كونساي. لا فيديو تاع اليوم حبيت نريبوندي فيها على واحد لا كيسيون بزاف منكم سقساوني عليها، دي غارسون اي دي في ولاد وبنات. لي كريم كلارسيسونت، لي كريم كلارسيسونت اسك صح يفيدوا ولا ما يفيدوش؟ حنا نهضروا ثاني على وشنو هي الحاجه اللي تخلي لي بارتي في لو كور تاعنا، كلكو بارتي في الكور تاعنا تولي لا كولور تاعهم بزاف فونسي بارابور لا كولور ناتورال تاع لابو تاعنا. حنهضروا اسك سا اكزيست دي برودوي في لا فارماسي يفيدوا في هذه الحاجه، اسك كاين دي برودوي ناتورال يفيدوا ثاني باش نحيوا هاد لي بارتي اللي يكون لا كولور تاعهم بزاف فونسي بارابور لا كولور تاع لابو. تبعوا معنا لا فيديو ان شاء الله واحد فيكم ان شاء الله. حنهضروا ميم ونعرفوا شنو هما العفايس اللي خلوا لنا هاد لي بارتي بانو تولي لا كولور تاعهم فونسي. الحاجه الاولى اللي حنبداو بها هي الاسباب، وشنو هما الحاجات اللي يقدروا يخلوا لنا دي بارتي في لو كور تاعنا تولي لا كولور تاعهم بزاف فونسي بارابول لا كولور ناتورال تاع لابو تاعنا. الحاجه الاولى دي باكتيري ودي شامبينيون. النظافه الشخصيه راهي حاجه بزاف مهمه، وعلاش؟ على خاطر تكاثر البكتيريات والفطريات على الجلد تاعنا يقدر يخلي هذيك المنطقه تولي اللون تاعها بزاف غامق وبزاف اسود. دوك هنا السبب حيكون فطريات وبكتيريات. الحاجه الثانيه في البشره تاعنا، يعني في الجلد تاعنا كاين واحد الخلايا واسمهم لي ميلانوسيت، ريسبونسابل على افراز واحد الماده واسمها الميلانين. هاد الميلانين هي المسؤوله على ظهور الالوان في الجسم تاعنا، هي المسؤوله على ظهور الصبغه ولا الالوان في الجلد تاعنا. زياده افراز هاد الماده وكي تطلع بزاف هاد الماده حتخلي لا بارتي هذيك اللون تاعها يولي بزاف غامق بارابول لا كولور ناتورال تاع لابو تاعنا. دونك زياده افراز ماده الميلانين في الجلد تاعنا واللي تقدر يكون السبب تاعها وراثي ولا مرض، هاد الحاجه حتخلي ظهور بقع داكنه في الجلد. وهي الرطوبه، تعرض بعض المناطق في الجسم تاعنا للرطوبه المستمره كما منطقه تحت الايبيطاين، هاد الحاجه تخلي المنطقه هذيك تقدر تولي بزاف لون تاعها غامق ولا سوداء ولا لا كولور تاعها بزاف فونسي بارابول لا كولور تاع لابو تاعنا. دوك هنا في هذه الحاله الواحد لازم يعتني بهذه المناطق ويخليهم ما يتعرضوش للرطوبه بكثره، سيرتو اذا كان يعرق بزاف. دونك يستعمل مزيلات عرق ويستعمل ما ملابس قطنيه اللي تكون تابسوربي بزاف بزاف هذا العرق وهاد الرطوبه من الجسم تاعنا، بيسك هاد الرطوبه تقدر ما تؤدي لتكاثر البكتيريات والفطريات كما قلنا في سبب. سبب واحد اخر هو الاحتكاك، احتكاك الجلد تاع الجسم تاعنا يؤدي بزاف الى ظهور هاد المناطق الداكنه. دونك كاين بزاف ناس يعانيو من السمنه، احتكاك الجلد مع الجلد راهو سبب بزاف كبير باش المناطق هذيك تولي بزاف داكنه ولا كولور تاعها تولي. واحد اخرى ثاني الاحتكاك يقدر يكون السبب تاعو استعمال الات حاده وشفرات، مثال طريقه نزع الشعر بالشفرات ولا بالالات الحاده، هذه الحاجه حتخلي الاحتكاك يكون مستمر ودائما في البشره تاعنا، حيخلي الى تهيج البشره تولي حمراء ومن بعد تولي لا كولور تاعها غامق بارابول لا كولور تاع لابو تاعنا. دوك هذه الحاجه ايفيتي. حاجه واحده اخرى كاين مام ادويه اللي نشربوهم من الاعراض الجانبيه تاعهم ظهور بقع داكنه في الجلد تاعنا، دوك هذه حاجه بزاف عاديه اون فوا نكملوا التريتمون تاعنا حيروحوا هذوك البقع. حاجه واحده اخرى استعمال المواد الكيميائيه، ما لازمش نستعملوا نيمبورت كال برودوي على لابو تاعنا بيسك لابو تاعنا بزاف سونسيبل، واي ماده كيميائيه ولا برودوي شيميك يقدر يؤدي لنا الى تهيج البشره بلا ما نفيقوا، تولي حمراء بلا ما نفيقوا ومن بعد لا كولور تاعها هذيك تولي داكنه بارابول الكور تاعنا. دونك اي فيتي نستعملوا نيمبورت كال برودوي على لابو تاعنا. دوك رانا كملنا لابارتي تاع الاسباب، دوك نروحوا للحلول، وشنو هما الحاجات اللي لازم نديروهم باش نتفاداو ظهور المناطق الداكنه في الجسم تاعنا ولا باش نعالجوا هذه الحاجه؟ كيما قلت لكم في حاله ما كان سبب المناطق الداكنه هذه تطور فطريات وتكاثرها على الجلد تاعنا ما كان حتى حاجه حتخلي لابارتي هذيك تولي لا كولور الطبيعيه تاعها من غير انه ناخذوا دي زونتي فونجيك اون كرام. يعني لو كان نروحوا نشوفوا الميديسا ولا لو ديرماتولوج حيعطينا مضادات فطريه سواء نشربهم عن طريق الفم سواء نستعملهم ككريمات، بس ليليميناسيون تاع لي شامبينيو ولي باكتيري هذوك وحدها اللي حتخلينا المنطقه هذيك تعاود تولي لا كولور ناتورال تاعها. حاجه واحده اخرى نتفاداو الرطوبه المستمره في الجسم تاعنا، نستعملوا مزيلات عرق، نستعملوا ملابس قطنيه باش نابسوربي كاع هذيك الرطوبه الزايده. نشوفوا المناطق الاكثر عرضه لهذه الحاجه هي المناطق وين تكون البشره بزاف حساسه وين تكون لابو بزاف سونسيبل. دونك دو بريفيرونس ما نستعملوا اي مقشرات طبيعيه، لو كان دخلوا اليوتيوب حتلقاو بزاف مقشرات يقول لك استعملوا مقشرات باش نقشوا هذيك الطبقه اللي تكون لون تاعها اسود دوك باش تروح. دوك هاد الحاجه بزاف غلطه، دوك ما تبعوهمش، هاد الحاجه راهي بزاف بزاف غلطه غير باش يطلعوا لي فيو تاع لي فيديو تاعهم بيسك العنوان بزاف امبورطون. دونك دو بريفيرونس ما نستعملوا اي مقشرات على هذيك المنطقه بيسك المناطق هذوك بزاف حساسه. دونك كيما قلت لكم لو كان تفاداو هاد لي بوا اللي هضرنا عليهم من قبل في لا فيديو لا كولور تاع لابو تاعنا مع مرور الوقت حتعاود تولي اللون الطبيعي تاعها بطريقه عاديه وبطريقه طبيعيه. في لا فارماسي اكزيستيو بزاف دي برودوي، منهم انا كونسيي ثلاثه، كاين دي بي وايت كلارمين وكاين اكواكس وايتنين. بوغ لو مومون عندي زوج بحال نوريهم لكم، عندي كلارمين وعندي دي بي وايت. اكواكس وايتنين دوك نحط لكم لا فوتو تاعو، هادو ما نستعملوهم في المناطق اللي يكون فيها التصبغ بزاف كثيف ويكونوا عندنا بقع داكنه في الجسم تاعنا. دوك هادو هما لي برودوي اللي تقدروا تستعملوهم واللي تقدروا دومونديو لي بري تاعهم في لا فارماسي. لو بري تاعهم راهو بين 200,000 حتى 250,000 بين ثلاثه، دونك حاجه راهي شويه غاليه دونك ماهيش متناول الجميع على بالي، مي بصح لو ريزولتا تاعها بزاف بزاف حيكون بزاف باين سيرتو على لو فيزاج
الايادي منطقه الصدر والارجل ما نستعملهمش في المناطق الخاصه يعني مناطق تحت الايبيتاين ولا المناطق الخاصه هادو ما نستعملهمش باسم عندهم حتى فائده فوالا دوك هادو هما لي برودوي اللي اكزيستيو عند لا فارماسي واللي تقدروا تستعملوهم بطريقه امنه بلا ما تخافوا والنتيجه تاعهم تكون مضمونه باسكو انا شفتها على ناس جاو عندي هنا في لا فارماسي وشفت لي ريزلت عليهم دونك هاد لي برودوي لي تروا برودوي هادو تقدروا تستعملوهم وكما قلت لكم ما نستعملهمش على المناطق الخاصه ولا تحت الايبيتاين باسكو ما عندهم حتى فائده باسكو لوريجين تاع التصبغ تما عنده حالات وهذا التصبغ اللي يكون السبب تاعو زياده نسبه الميلانين في الجلد دونك التصبغات الكثيفه وحتى المناطق والبقع الداكنه اللي تبان على لو فيزاج تاعنا نقدروا نستعملوا فيهم دونك هادو هما لي برودوي اللي كيما قلت لكم تقدروا تستعملوهم دونك ان شاء الله نكون فدناكم في هاد لا فيديو اذا شفتوا تعرفوا ناس يعانيهم هاد المشكل وكاين بزاف ناس يسقسيونا عليها ما عليكم غير تبارطاجيو لا فيديو وان شاء الله تكون فاتكم بزاف بزاف وصحه صحتكم على بروشان ان شاء الله اي بون كوراج.